حضرموت المحافظة اليمنية التي أبعدتها الجغرافيا إلى حد ما عن ويلات التنازع السياسي والعسكري لأطراف الصراع في البلاد شمالا وجنوبا. طوت صفحات العام 2019 وقد امتلأت تفاصيل يوميتها بالعديد من الأحداث والوقائع، لكن أبرزها في حصاد عام انقضى كان قرار سلطاتها المحلية في سبتمبر الماضي إيقاف تصدير النفط الخام من حقول المسيلة. منذ البدء في تصدير النفط في حضرموت في التسعينيات أقدم الحضارم لأول مرة العام الماضي 2019 بوقف تصدير النفط. طبعا هذه الخطوة تمثلت في ورقة ضغط على الحكومة للمطالبة بحقوق حضرموت الاقتصادية والتنموية. حقيقة بعض هذه المطالب تحققت والبعض الأخرى في إطار متابعتها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة. مشاريع التنمية المحلية وتأهيل البنى التحتية شهدت إنعاشا لا يمكن تجاهله. حصول المحافظة على حصتها من عائدات نفط خام المسيلة كان عاملا رئيسا في إعادة العمل على تنفيذ تلك المشاريع بعد سنوات جمود وتعثر. طبعا شهدت المحافظة خلال العام 2019 تنفيذ جملة من المشاريع ساعد كبير إلى وجود تنمية في المحافظة، إعادة سفلة الشوارع الداخلية في مدينة المكلة، المدخل الغربي ومدخل الشرقي، كثير من المنظمات الدولية فتحت لها فروع في المحافظة، خاصة طبعا وكالة الأمم المتحدة. طبعا هذه المنظمات تنفذ أنشطة كثيرة في المحافظة، خاصة في مجال سبل تحسين المعيشة، في مجال سبل تحسين المعيشة في القطاع الزراعي، في القطاع السمكي. قطاع الصحة العامة والسكان شهد هو الآخر تقدما ملحوظ، وذلك بحسب ما تظهره الإحصائيات في مختلف جوانب ومجالات الرعاية الصحية. العام 2019 شهد نقلة نوعية في الخدمات الصحية في ساحل حضرموت. ففي قطاع الرعاية الصحية الأولية نحن في العام 2018 وصلنا إلى نسبة كبيرة جدا في خدمة التحصين، 90% من أطفالنا مطعمين بالتطعيم الروتيني وليس الحملات فقط. وأيضا في العام 2019 نحن قد تعدينا 90% ونتوقع أن نحن نوصل إلى 93%. أيضا نفذنا 8 مخيمات عيون بالشراكة مع أخواننا في هيئة البصر العالمية، كانت عمليات كلها مجانية لأكثر من 5000 مريض مستفيد في بهذه الخدمات. أما قطاع التربية والتعليم فيكاد يكون المحور الأكثر إنجازا ضمن سجلات المحافظة العام المنصرم، فنجاح القائمين على هذا القطاع في توفير متطلبات استقرار العملية التعليمية وافتتاح عشرات المدارس والمرافق الجديدة أدى إلى تجنيب هذه المحافظة الشرقية حدوث أزمة تكدس للطلاب في المدارس، خاصة بعد أن تم استيعاب أكثر من 40,000 تلميذ إضافي كان جلهم ممن شردتهم الحرب عن ديارهم ومحافظاتهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.